FM. الكلمة ليك. ليديتو. ليديتو. ايديتو 3 فيفري كرسي الصلاح. كرسي الصلاح هذا في سيدي بوسعيد نزار. ايه. وقت تطلع من الميناء نتاع سيدي بوسعيد للبلاد الفوق دروج تمشي على اليمين تمشي على اليسار وفي وسطها ثم كرسي الصلاح. كرسي الصلاح أول معركة سلفية وقعت في تونس وقعت في كرسي الصلاح أكل عام تو نحكيوها بعد. قلنا يا سيدي تونس بلاد صلاح وهذا شيء معروف وبلاد مصلحين وبر إصلاح وإعادة إصلاح الإصلاحات بفضل صلاح البلاد. وإذا حاست وباسط نشعلوا الشمع عند الصلاح ونتوكلوا على المولى العزيز القدير وندبروا برويطة إصلاحات جذرية وتدابير فورية ونشحذوا العزائم الصادقة نبعثوا نجيبوا شيوخنا المصلحين من سيدي بن زياد لسد بن الفرات لممسحنون بنته وابن خالدون العظيم اللي طردناه لمصر ونفيقوا الشيخ عظوم القيرواني ونتباركوا بفتاويه ولا ننساو سيدي بلغيث القشاش مصلح تونس بعد اسبانيول واللي بشروا بالإصلاح في القرن 19 من الشيخ قباد والبيرم الرابع وخاصة خير الدين الجورجي بأنه جورجيا باش حامبة وشيخ الثعالبي ومحمد علي الحامي وولد خالته شيخ طاهر الحداد اللي كفروه بعض المشايخ وسبوه هانو واللي ما زالت كي لقفته الأحزاب الإسلامية عمال طاهر الحداد مو متاعنا مو شيخ زيتوني عجب مش طردوه من جامعة زيتونة وزيد طبعا نخبة الدستور الجديد لحبيب بورقيبة وماطري وطاهر الصفر وطبعا سيدي المصبي وحبيب الشعب فرحات حشاد والهادي شاكر و و و قائمة طويلة وعريضة مرة تزير مرة تنقص انت والبلاتوات متاع الشيخ محمد الطالبي ومؤسسة التميمي المعتبرة. قلنا رانا بلد إصلاح وتحب المصلحين جيلا بعد جيل ساعة ساعة تحاربهم تهينهم ولا دور بحبل في الشوارع باش تعلقهم في المشقة كي الشيخ الطالبي. أما يلزمنا نعترفوا لمجتمعنا التونسي الإصلاحي ساعة ساعة يندم ويعيد الاعتبار للمصلحين اللي عمل فيهم اللي ما يتعملش كجدودنا في مكة اللي ما خلاه ما عملوا في نبي الهدى حاربوه لعنوه وبعد وقت اللي غلب قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم وفي ساعة ما سرقوا دولته من المدينة حطوها في دمشق وقتلوا له حفيده سيدنا الحسين وخلاه الشيعة تندب فيهم لليوم. احنا نحبوا الإصلاح والمصلحين أما شنو نحبوا نخموا شوية قبل الإصلاح بالقطوس في شكارة تعرف عليه انت الإصلاح اللي جايبينه معروفين رانا بهك الجملة المفيدة أنا من صدق إلا من عنق شكون قال اللي ثنية هذيك توصل ومش هزتنا الهفوف لكن مش عملنا 10 ندوات و 26 لجنة سيدي هي صحيح أما احنا وقتها نعدوا في 66 نمالة دخلت لك الغار حتى ضيعنا الفتلة ما ركزناش الله غالب شنو نسيتوا الاشتراكات الدستورية متاع بن صالح نسيتوا ميثاق الرقي متاع الهدي نويرة يرحمه نسيتوا ميثاق التقدم متاع بن علي بعد التحول والبخور عجعج وشروب يدور على الإصلاحات نسيتوا أسار بعد الثورة المباركة من اعتصام القصبة لاعتصام القصبة 2 وسلباجي قاعد في وسط على القاعة مع شباب القصرين وقفص مننخ بشتاء وقام الهتاف لتلبية مطلب التأسيسي نحبوا مجلس قومي تأسيسي هذا الإصلاح الكبير والجمهورية الثانية يا أخي جات الترويكا وقام القصاص فيهم خطيبا هوك علاش نأكدوا اللي نحن لها ومع الإصلاح بكل حزب أما شنو التريث نستناو نصبروا نقيسوا قبل ما نغيسوا التريث ولا تدور علينا الدوائر راهو به سيدي التريث والتمحيص والتدارس وجد بابا في مرايا زرقاء لكن هاو كل إصلاح يتقدد يتبزرت يتخبط يتفصل حتى تولي جرتيلة طاسة مقعورة بلا محتوى إيش بيه ما ننخمه وكلمة في الصباح كلمة في العشية ترد فلانة فلانية ترد الإصلاحات حصيرة مقطعة لا تصلح لا للسوق لا للصندوق وتعرفوش علاش على خاطر عمرك ما تصلح لعوج اللي يساعد الناس الكل أرانا نحبوا لعوج أي تبقى على خير
لديتو. كاب أف إم الكلمة ليك.